عندما يتحدث القرآن الكريم في الآية المباركة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما الذي يقوم به اللباس بالنسبة إلى الإنسان؟ وظائف ثلاث: وظيفة الستر، وظيفة الحماية من الحرارة والبرودة والمؤثرات الخارجية، ووظيفة الزينة، أن الإنسان يتزين بلباسه الذي يلبسه، وأنه يحتمي بهذا اللباس من آثار الجو حرارة وبرودة، وأنه أيضا يستر به عورته. القرآن الكريم يستفيد من هذه الناحية ويقول: المقاربة الجنسية التي هي حلال للرجل والمرأة للزوج والزوجة في ليلة الصيام تقوم بهذه الأدوار. العلاقة بين الزوجين هي علاقة الحماية والزينة والحفظ. الستر، المرأة تزين الرجل وتحفظه وأيضا تستره، والرجل أيضا كذلك يمارس نفس الدور بالنسبة إلى المرأة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هاي حكمة أن يشرع الله حلية العلاقة الزوجية الخاصة ليلة الصيام بعدما منعت في نهار الصيام. عندما يتحدث عن قضية الحد الذي ينبغي أن يجرى على الخاطئ والمجرم، يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكما بهما رأفة في دين الله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لكي يصنع رادع اجتماعي يمنع الإنسان عن الذهاب وراء الشهوة حتى يصل إلى الزنا. عندما يشهد هذا العذاب وتنفيذ هذا الحد مجموعة من المؤمنين، فإن ذلك يؤثر في ألا ينساق الإنسان وراء شهوته ويذهب إلى طريق الزنا. وهكذا الحال عندما يتحدث عن الصيام مثلا، يتكلم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم محصل للتقوى وصانع للتقوى، وتشريعه جاء لأجل تحصيل هذا الغرض. فإذا أنت ترى أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن التشريعات وعن الأحكام الإلهية يقرنها غالبا بالحكمة من التشريع، بالغرض، بالهدف. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم، كما هو في آية الوضوء والاغتسال والتيمم. ليس هناك غرض في أن تقعوا في الحرج، وإنما غاية الغرض أن تحصل لكم الطهارة والنزاهة الداخلية والخارجية. هذا من الأشياء التي تفرق بين أسلوب القرآن في عرض الأحكام الشرعية وبين أسلوب مثلا كتب الفقه أو كتب القانون.